نظمت صباح اليوم الجمعية أكادية لطلاب المدرسة الوطنية للإدارة مؤتمرا صحفيا تناولوا فيه من خلاله القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول أعمال الإدارة العامة بحضور أعضاء الجمعية وعدد من المدعوين. بحر الدين عبد الشافي. ضمن الأنشطة الوطنية التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني، نظم أعضاء الجمعية التشادية لخريجي طلاب المدرسة الوطنية للإدارة مؤتمرا صحفيا تناول فيه رئيس الجمعية عدة قضايا اجتماعية واقتصادية وكذا وضع الخطط الاستراتيجية للإدارة العامة وتفعيل أنشطة الجمعية وخلق فرص العمل للشباب وإلمامهم بالمشاريع التنموية لرفع من قدرات الكوادر البشرية وتحفيزهم. نحن شغل قاعد سودا للنوب وكل الشباب وكل الإدارة على الدولة ليخدموا وينتو بلس أنا الأدمينستراتير. الأدمينستراتير هو نادم الجرة في 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 المجال ده وبقدر عنده إمكانيات زيادة من أي زول بقدر يمشي الإدارة عن الوطن. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المؤتمرات الشبابية التي تنظمها الجمعيات الطلابية ترفع من معنويات الدارسين من طلاب وخريجي المدرسة الوطنية للإدارة لمسايرة الأعمال وخلق المشاريع لأجل تحسين حياتهم، كما قدم الصحفيون في نهاية المؤتمر أسئلة واستفسارات فأجاب عنها المؤتمرون بطريقة موضوعية.